السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من كل اللي بيشاهدونا بيتابعونا النهاردة يعمل لايك واشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صفات المحرات النهاردة معانا يا جماعة هي عبارة عن كفة صلب نعمل لها جراب بتيلة، ما بنلحمش الكفة على البسخ زي ما حضراتكم شايفين قدام منكم في الفيديو. الجراب بتاع المحراد قفيص 7 لينيا، وش 14 ملي، صواميل 7 لينيا، شاسهات 25 ملي، جبلون 20 ملي، الجناب 20 ملي، قمر 12، حديد وصلب، بسخة صلب. المحرات مزود بجبلون 2 خرم زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. طقم تيل كامل للمحرات، قطرة. دي تجربة للمحرات في أرض صلب. جربوا واخد التاني والمحرات ماشي ما شاء الله ما شاء الله، ولا يقلب يمين ولا شمال، المحرات نازل في الأرض حتة واحدة هي النازلة زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله.